واجد لي داروه زعما صراحه ما عندهمش شي صالحيه كاع، غير ما ضر فيهم وصافي. يعني الانسان حنا كنبغيو غير نجيبو شي حاجه نتخرو نجيبو شي حاجه كنلقاو المشكل، وحنا يوميا كنقطعو من هنا وكالاخر كنلقاو المشكل هنايا، فهمتي؟ يعني هادشي هذا راني ما عنده حتى اهميه. الرئيس ديالي انايا مع المسؤولين يعني هادشي هذا زعما الصراحه كان الاخر يحيدوه لنا كاع احسن ما كاين، يعني كتعذبوا بزاف. انا حنا كنمشيو في الكودرون، يعني انا ولينا كنمشيو في الكودرون كنخافوا حتى من الطوموبيل غادي حتى حاجه جنابك، يعني كازمين يكونوا الفراشه هنايا معمرين هاد الشارع، كنبغيو ندوزو هنا ما كنلقاوش منين ندوزو. خويا انت كتشوف هاد الشيء هذا، الناس ما كيسيبوه هنا فين يدوزو فين يمشيو، هذا هو شي باش يحاربوا الفراشه، ولكن الفراشه خصهم يحاربوا بشي طريقه واحده اخرى ماشي بهذا الشيء هذا. دابا حاربوا الفراشه وحاربوا حتى الانسان اللي دايز في الطريق، نطلبوا يزول هذا الشيء هذا باش يسرحوا لنا هذا الشيء هذا ويسبقوا لنا على الفراشه. خويا عرقلوا لنا الطريق، ما خلوناش دابا حتى منين نقطعوا، كان غير خلاو كل بلاصه يخليو فيها دخله مزيانه، ساعه هما سدوها في مره، طلبوا غير يخليو لنا كل 10 متر يخليو لنا الدخله منين يدوزوا الناس. الكليان ما عندهم منين يدوز، كاين قاز ومراه كبيره ولا الاخر ما عندهاش منين يدوز، والدراري صغار خلاص ما عندهمش حتى منين يدوزوا.